والآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اتكلمنا عن إبراهيم أب الآباء وعن إسحاق وفي آخر الحلقة اللي فاتت قلنا إن هما بيمثلوا التلات آباء الكبار دول البطاركة الأول إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حتى إحنا في الصلوات ساعات نقول من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك في صلاة الساعة 9 في الأجبية. واضح إن الكنيسة حتى لما بتذكر تطلب يعني من ربنا حاجة من أجل هؤلاء الآباء فبتجيبهم هما التلاتة ورا بعض. لكن قلت إن التلاتة يمثلوا ثلاث حاجات في حياة الإنسان المسيحي ضرورية لخلاصه، بس قلت هنتكلم عنها بمشيئة ربنا المرة دي. ايه الثلاث حاجات دول؟ السمة البارزة في كل واحد فيهم. طبعا مفيش حد هيختلف ان ابراهيم يمثل الايمان، ده ما يمنعش ان كل حاجة حلوة تاني ممكن نلاقي لمحة منها فيه او نلاقي ان هو يمثل نقطة بارزة في تاريخ البشرية فيها يعني. لكن ابرز حاجة بالنسبة له هو ان هو ابو الايمان، ولذلك لو خدنا التلاتة ورا بعض كده هنقول ابراهيم يمثل الايمان، إسحاق يمثل المعمودية، يعقوب يمثل الجهاد الروحي. ولذلك في الإيمان بنقول إنه ما ينفعش الإنسان يكتفي بالإيمان بس، لأن السيد المسيح قال من آمن واعتمد يخلص، فربط الإيمان بالمعمودية. وبعدين يعقوب الرسول في رسالته أكد إن الإيمان بدون أعمال ميت، والأعمال دي معناها جهاد، الإنسان لازم يجاهد، فما فيش خلاص بدون الإيمان، مفيش خلاص في المسيحية بدون المعمودية، وأيضا مفيش خلاص بدون الجهاد. لو حبينا يعني نتكلم شوية عن حتة إنه مفيش خلاص بدون جهاد، بيقول معلمنا بولس الرسول لا إن كان أحد يجاهد فليجاهد قانونيا. فالجهاد القانوني مطلوب، وزي ما قلنا ان يعقوب الرسول قال ايه في الرسالة بتاعته الاصحاح الثاني، بيقول هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال، ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني. انت تؤمن ان الله واحد، حسنا تفعل. احنا في المسيحية بنؤمن ان الله واحد، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد ان تعلم ايها الانسان الباطل ان الايمان بدون اعمال ميت؟ الم يتبرر ابراهيم ابونا بالاعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح؟ حتى جاب واقعة اسحاق ما فاتتش عليه يعني. فنرى ان الايمان عمل مع اعماله، وبالاعمال اكمل الايمان. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده، لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. وطبعا الأعمال بدون الإيمان برضو ما تفتش، لأنه ال
اللي مثلا بيمارس أي أعمال نسكية شديدة جدا بدون ما يؤمن الإيمان الصحيح، النسك ده ما يقدرش يخلصه بدون الإيمان. فيعقوب الرسول ربط الإيمان والأعمال ببعض. ومعلمنا بولس الرسول لما كان بيتكلم عن الناموس وأعمال الناموس زي الختان والذبائح الحيوانية، فقال إنه الإنسان مش بيتبرر بأعمال الناموس، وما يقصدش هنا إنه يلغي الأعمال الصالحة اللي يمارسها الإنسان المؤمن، ولكن يقصد أعمال الناموس. عشان كده قال إيه؟ فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أسر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أسر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. يعني إيه؟ ما أمنوش بالمسيح لكن قالوا بالذبائح الحيوانية، يقول ذبيحة الطر أو المعزة أو الخروف، وأرفض اليهودي يقول كده أو الإسرائيلي، وأرفض ذبيحة الصليب، أرفض المعمودية وأمارس الختان، الختان بتاع الذكور الجسدي. فدي هي أعمال الناموس. فلما بولس بيقول إن مش بأعمال الناموس يكون الخلاص، ما يقصدش الأعمال الصالحة لكن يقصد الأعمال اللي مرتبطة بالناموس المساوي، المعمودية بدل الختان، ذبيحة الصليب بدل الذبائح الحيوانية، كهنوت العهد الجديد بدل الكهنوت الهاروني اللي بيقدم الذبائح الحيوانية، وهكذا. ومن ضمن الحاجات اللي في الناموس يقول مثلا لا تطبخ جديا بلبن أمه، لا تطبخ جديا بلبن أمه. طب دي يعني ننفذها ازاي الوصية دي؟ دي في الناموس مش في الوصايا العشر، لكن من الوصايا الطقسية والناموسية والعادات اللي نص عليها الناموس المساوي. اليهود يطبخوا اللحمة بالزيت، يقولوا الأحسن يكون السمنة دي فيها لبن أم الجدي ده أو العجل ده، الأحسن يكون فيه لبن أمه في السمنة، فيقول نطبخها بالزيت، لا تطبخ. لكن احنا في المفهوم الكتابي ان اللبن، يقول بولس الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما، واما الطعام القوي فبالبالغين، يعني التعليم، يقول لهم انا قلت لكم تعاليم خفيفه على قدكم، فلا تطبخ جديا بلبن امه، يعني ما تجيبش تعاليم الكنيسه تشوي بيها وتقلي بيها الشعب. ما اقصدش تعاليم السيد المسيح، دي على راس الكل ما حدش يتكلم فيها تعاليم السيد المسيح، لكن انا اقصد تعاليم الكنيسه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو الكنيسه عملت احكام قاسيه جدا لا يحتملها الناس او مش منصوص عليها في الكتاب المقدس، مثلا لو قالوا ان الصحراء يتحرقوا احياء مثلا من المسيحيين، ده يبقى ايه؟ ده يبقى لا تطبخ جديا بلبن ام، ده وضع ما حدش يقبله. ف موضوع الجهاد مفيش حد هيكلل إن لم يجاهد قانونيا، ويقول معلمنا بولس الرسول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين، مجاهدين كلمة مجاهدين ضد الخطية. إذن بولس مش ضد الجهاد ومش ضد الأعمال الصالحة. ولما يقول أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عباداتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر. ولما يقول في رسالة أفسس البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، تطفئوا جميع سهام إبليس الملتهبة نارا،
يعني معناها في معركة، مصارعتنا ليست مع لحم ودم، مع السلاطين، مع الرؤساء، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، حرب مع الشيطان يعني. فطبعا محدش أبدا يقدر ينكر إن الجهاد مهم، وده اللي يمثله يعقوب في المراحل الثلاثة بتاعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما ظهر ليعقوب قال له: لا يعود يدع اسمك يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. جاهدت، قال له جاهدت. عشان كده السمة البارزة ليعقوب هي الجهاد. ومش بس كده، ده شاف اللي محدش شافه. هرب 20 سنة من وجه أخيه عيسو زي ما هنشوف بعد كده، واشتغل عند خاله لابان، وخاله لابان ظلمه كتير وطهقه كتير، ورجع بعد 20 سنة وضرب 7 مطنيات للأرض وسجد عشان يستدر عطف أخوه عيسو، وقدم له دفعات كثيرة من الهدايا، ودي حاجات هتبقى تيجي بعدين، وجاهد وصارع طول الليل يصلي عشان ربنا ينجيه هو واللي معاه. كان معاه 11 ولد، وكانت رحيل حامل في بنيامين، وكان خايف من أخوه عيسو، لكن صلى والمسيح ظهر له وصارع معاه طول الليل وباركه وقال له إنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. طبعا لا يخفى علينا كمان ان في الرسائل بتاعت سفر الرؤيا اللي المسيح قالها، ان في كل رسالة كان في اخرها للكنائس السبعة يقول: من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني، ده الرسالة الثانية، من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخفي، دي الثالثة، من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية، أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، دي الرابعة، قلنا الثالثة والرابعة. وبعدين من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. كل ده من يغلب، من يغلب، من يغلب. يبقى في جهاد ولا ما فيش؟ من غير جهاد مش ممكن الإنسان يكلل. السادسة: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة. طبعا لما المسيح يقول إلهي يقصد أنه علاقته مع الآب من حيث ناسوته، أنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، زي ما قال مريم المجدلية: أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. ولذلك بولس الرسول يقول له: عما عن الابن كرسيك يا الله، بيقول عليه أنه هو الله، كرسيك يا الله لظهر الدهور أحببت البر وأبغضت الاسم، من أجل هذا مسحك الله إلهك. فبيقول له يا الله من حيث لاهوته، وأن يقول له مسحك الله إلهك، يعني الآب مسحك بالروح القدس في نهر الأردن بدهن الابتهاج أكثر من شركائك. يتكلم عنه من ناحية الإنسانية يقول الله إلهك، لما يتكلم عنه من ناحية الإلهية أن هو الله الكلمة الابن الوحيد يقول له كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. فما تستغربوش على كلمة إلهي. الرسالة السابعة بيقول: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى كده إحنا أكدنا أنه لابد أن الإنسان يجاهد عشان ينال الأكاليل. ولذلك بولس الرسول قالها بقى صريحة ومختصرة جدا: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا موضوع لي إكليل البر الذي سيهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العدل. يعني إكليل البر ده طبعا بولس اللي بيتكلم بالروح القدس، مش أي واحد يقدر يقول العبارة دي يعني، بس المهم يقول قد جاهدت. جاهدت. نيجي بقى لإسحاق اللي هو نمرة 2. قلنا إبراهيم يمثل الإيمان، آمن إبراهيم بالله فحسب له إيمانه برا. طب ليه إسحاق بيمثل المعمودية؟ لأنه ده ابن الموعد وجايبه معجزة ومولود من جسد ميت لأبوه ومستعد مستودع ميت لأمه،
يبقى من الموت خرجت حياة، عشان كده يقول مدفونين معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. يبقى معناها زي ما قرينا قبل كده مع بولس الرسول، إن ليس أولاد الجسد يحسبون نسلا بل أولاد الموعد، وقال إنه اللي عايز يبقى ابن إبراهيم يبقى لازم ياخد البنوة اللي هي بنقول عليها بالتبني، بنوة بالتبني، بنوة من الله. دي في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح التاسع، واضحة جدا وقريناها قبل كده. بيقول لأن ليس جميع الذين هم من إسرائيل هم إسرائيليون، ده في الآية 6، ولا لأنهم من نسل إبراهيم في الآية 7 هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. يبقى إسحاق ابن الموعد، وإسحاق ابن الموعد لأنه بيرمز في ولادته المعجزية إلى الميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح اللي هي المعمودية في العهد الجديد. وفي غلاطيا، رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع، بيقول في الآية 26، بيقول أما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، دي في الآية 26. وفي الآية 28 بيقول وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. يبقى إذن لو يقول أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا، يقصد إن إحنا مولودين من السماء. إن كان أحد لا يولد من فوق، قال المسيح لنقوديموس، لا يقدر أن يعين ملكوت الله في يوحنا الإصحاح الثالث، ولا يقدر أن يدخل ملكوت الله، الإصحاح الثالث الآية 3 والآية 5. يبقى إذن الميلاد الفوقاني هنا، بولس في غلاطيا 4 بيقول أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. طبعا مسألة أنه إسحاق هو ابن الموعد دي عبارة قالها بولس الرسول في يوم 50 لما خاطب الشعب الحاضر، وقال لهم لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل من يدعوه الرب إلهنا. لما سمعوا الوعظة بتاعته نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة، قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم. يبقى ليعتمد كل واحد، يقول لهم الموعد، فده ابن الموعد. يبقى الإيمان معمودية الجهاد، إبراهيم إسحاق يعقوب، دي مسيرة. طب إيه بعد كده بقى؟ إسحاق جاب 12 سبط والحكاية اتوزعت لكن الموقف متركز جدا 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 في الإيمان الميلاد الفوقاني الجهاد. دي مسيرة الإنسان المسيحي في علاقته مع ربنا. وعشان كده إحنا وإحنا ماشيين دلوقتي مع العلاقة بين العهد القديم والجديد، ماشيين مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بس قبل ما نسيب إبراهيم بصراحة، يعني عايز أقول إن ما فيش حد كان مش محتاج للخلاص، ولذلك ذكر الكتاب المقدس حاجة كده لمحة عابرة عن حاجة إبراهيم يعني ممكن يكون ضعف فيها شوية، لكن ده مش معناه إن ربنا
ينساله كل الحاجات الحلوة. هو حصل انه انتقل ابراهيم الى ارض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار. وقال عن ابراهيم عن سارة امرأته ان هي اخته، هي صحيح كانت اخته مش شيئته، فبيقول ان هي اختي ابنة ابي غير انها ليست ابنة امي. وفي الوقت ده كانت لسه الشريعة بتاعت موسى ما جاتش اللي تمنع انه يتجوز اخته من ابوه مش من امه، لكن كان ممنوع يتجوز اخته الشقيقة. طبعا ايام ادم وحواء كان الشخص بيتجوز اخته، ما هيتجوز مين؟ هيجيب منين بشر يعني؟ ايام ابراهيم كانت الحكاية استبعدت الاخت الشقيقة. لو كان في توائم ايام ادم وحواء يعني في ولادهم يبقى ممنوع الاخت التوأم بقى، لو في يعني. فايام ابراهيم كان ممكن يتجوز اخته اللي مش شقيقته. قبل الشريعة بتاعت موسى لاوي سبط لاوي تسلسل وجه منه موسى وهارون، فأبو موسى اتجوز عمته يكابد، عمته اتجوز عمته. لكن لما جت شريعة موسى بقى قالت ستوب، مفيش لا أخته اللي مش شقيقة ولا عمته ولا الكلام ده كله، حطت طبعا قواعد للزواج تشبه اللي موجودة دلوقتي بس يعني مش بالظبط يعني، لأنه احنا عندنا في شريعة العهد الجديد ضوابط للحياة الزوجية. إن شاء الله نبقى نتكلم عن موضوع إبراهيم مع أبي مالك وحكاية سارة إنه قال إن هي أخته في الحلقة الجاية إذا شاء الرب، وعشنا ولله المجد دائما أبديا آمين.